عليك شوف بسم الله الرحمن الرحيم. البنادي محمد نائب امين سيارات الاجره الكبيره بومندات. المهم نشكر السلطات في المجهود تبدلنتو الثاني الناحيه المساعده المراقبه. نشكر الدرك الملكي سيد الباشا المجلس البلدي نشكر، ولكن نتمنى المجهود زاد غاديين ديما ماشي غير الثاني. سولنت بزاف خصنا بزاف الحوايج، المحطة، المرافق الصحية، دار الوضوء، كاين المسجد رمضان، المراقبة ديان ضروري، التيلي ديما ماشي غير يطغن وسان. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يقول المحطة تنت حلايا، تقول تسع، يتنظم ويا، الله يخلف عليه السلطات ولا المجلس البلدي بومان. أرديت الطلب هذا هي وين التواليت ديال المسجد رمضان، أرديت نتظلم شو بعد الجامع شوية. الحمد لله غن الكيران ولا الناقل المزدوج تحترم الوقت، كل شيء يجمعك ويتاخ. السلام عليكم. كنت لغوري الطاكسي تمزانت تخدم غي بومال وكلش شمع تيكسي نسو السوق لا تكرفاز باش كل ولد تبدا تدو بومال تنسير يتعبدون وا فلا وانا القشله ولد تقيمه معني هذه زين تقيمه المحطو هي هيا خش مزيان زون دد ديك كنت نوقع بريد ولاد نسيو كنت ما يلا نطلب بلايص دغي ولاد نسيما نتباس نتخدم دغي تنلقي مي برا تشوف شمنا خصي نسوت انت حصل ديز دا تخدم المحطه انت تاكسات خصها تيلي برا باش انت فات وقلنا تسرح تفت البلايص وكبري تفت وانا تفت وانا كش من السوق فخ السوق بتكر في زيت الكرفس ومشترى ما تيجي تسكر مكيات هات الكرفس هذا اختار من صبرا نزات المسؤولين دار من صبرا هات الكرفس دي سيدا هات ولي يلا خدم تركي ولي تلي دات تغي. يا السلام عليكم هذا تدوري نعاون ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. نكين موجان ابراهيم بو النقل المزدوج. الحمد لله يتغنون وانا غاختشن الحكومه تغن بومان هات بخير وعلى خير هات يحلى الحمد لله هات يحلى هات صفر حاق ولا ناتي سولي خصيان ونقيت ان شاء الله يدبيت المحشكم اخصا ديلينت باش يكشموا يتلاود بنات ما تريدوا من مري اريتات الجامعه ان شاء الله وهات يحلى نتنوى ان شاء الله ان زايد القدام ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مزيان هادشي مزيان 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 مرتاح مزيان في الساعة كلشي مزيان احسن من ليه مزيان اللهم لك الحمد لله. الشرع هذا اللي دراها السلطة هذه الله يعطيهم الصحة كيبان لنا الضوء بوان دابا بالنسبة لهذا الشرع مزيان ومحطة نقية خرجنا من اتساع ديال الطريق والمشاكل ديال لا سيركيلاسيون بالنسبة لنا احنا ربع في الناقة ديال الكران كنشكروا هذه السلطة اللي دارت هادشي وكنتمنى ان شاء الله يكون هادشي يزيد لقدام وخاصة المحطة وخاصة المرافق خاصة الجامع والشرع فيه اتساع اللهم لك الحمد. وعلى كل حال الله يعطيهم الصحة الله يعطيهم الصحة السلطة الله يعطيك الصحة حتى أنت وما نخليوش الصحافة ديال دات 24 الله يعطيهم الصحة كيمشي كل المناطق كل الساعة ديال المنطقة الله يعطيهم الصحة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نسولك جيت أنا المشرى هي نورا وطاتين يحلى هي منتوج إحلال ولكن دات الناس القدام هذا هي المحطة خطر تيلي المرافق تيلي الجامع تيلي عدد الحوايج تيلي خصها ولكن بالنسبة لك سوبريت توا دار الخرايات والناس القدام كلشي كلنا يتحقق. هاد خصيان وراه ضهات يا حلا يسمو تي المحطه سين سين السوق يا حلا ولكن المشكله دون الله اللي خصها ملي لقيت شي وادين ما يتبين متن
باش ولي دغيا كون إلا كدا نتبيناها تي إلا نتازن متنسدين دغيا يلوالغ شويه المشكل. ونتمنى معنا تسيان تيان تلقي شي واحد ما يتبين من دين دغيا، وعطينا ميضات حلا شي باس ما كاين.